كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل صدور قرار من وزارة التخطيط بزيادة التخصيصات المالية للمدينة القديمة من أجل البدء بإعادة إعمارها، مؤكداً أنه في القريب العاجل سيوضع حجر الأساس للبدء بمشروع الواجهة النارية. صدر قرار من وزارة التخطيط المجلس الوزاري للاقتصاد بزيادة كلفة المدينة القديمة من أجل الشروع بإعمار المدينة القديمة. ولدينا عدد من الشركات، تم تشكيل لجنة من أجل اختيار أحد الشركات العالمية الرصينة من أجل تنفيذ مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة. وبصراحة كل الموافقات حصلت من بغداد، توفير التخصيصات وأيضا الموافقات النهائية وزيادة الكلفة والصلاحية بإحالة المشروع. اليوم الكرة في ملعب الحكومة المحلية، إن شاء الله ستحضرون في المستقبل القريب معنا إلى المنطقة القديمة لوضع حجر الأساس والشروع بأهم مشروع للمدينة القديمة الذي هو يعتبر تاريخ وإرث لكل أهالي محافظة نينوى، ليس فقط في مدينة الموصل.